قصيرة، لأن لقينا في المشي، لقينا في المغرب، لقينا في الزلال، لقيناها في مجموعة المناطق. فقررنا أننا نركزوا في المشي على هذه الظاهرة هذه بالضبط، ومعها بتوازي معها الاستقلال الاقتصادي ديال النساء والتنظيم ديال الذكريات. لأن إلى ما حليناش المشكل ديال الاستقلال الاقتصادي ديال النساء، وما حليناش المشكل ديال التندرس ديال الطفلات ولا إعادة إدماج اللي خرجوا من الدراسة في التعليم، ما غاديش يمكن نحلوا المشكل ديال التزويج القصير. تغيير العقليات هو على المدى البعيد طويل، صعيب تعقد اللي قال الأخ سطورة ثقافية، ولكن المسألة ديال كيف ما تيقولوا المغاربة الجيل كتحل به المشكل، ملي كتولي العيالات كيدخلوا من خلف أسرة كتولي عندها القدرة على أنها تعبر أنها تقرر في المصير ديال بنتها. فدرنا خلقنا واحد المسألة، خلقنا منسقين في الدواوير، الهم ديالهم هو ملي كتكون شي، حيت هما كان عندهم واحد العادة كيديروا زواجات جماعية، مع ما عندهمش الإمكانيات كينظموا زواج جماعي كل سنة، كيصيفطوا فيه واحد 20 ولا 25 وحدة في الدوار كلهم، تيديروا لهم عرس واحد وذبيحة وحدة وكيزوجوا. غير كيبغي ينعقد شي بسميتو، ذاك المنسق كيتصل بينا، كاين بعض المرات اللي كنهبطوا بعيد المكان مازال ما داش العرس، ليت العرس كنقرعوا واحد المجموعة ديال القصاري ينسحبوا من العرس من هذيك المسألة. ولكن هو كيعبأ أيضا الشباب ديال الدوار باش يضغطوا قبل ما يتقرر العرس، يضغطوا على الأسر باش ما يزوجوش بناتهم، بالإضافة لخلق جمعيات نسائية وأندية نسائية. يعني أن هذوك المنسقين، علاش اختارينا الدور ديال المنسقين؟ لأنهم أولاد الدوار وأولاد المنطقة وعندهم تأثير أكثر. ودرنا واحد الاستراتيجية ديال أن كل منسق جهة، مثلا أنا من الدوار في أي تيحية غنخدم مع ألف بو باش ما يعقلنيش با ولا عمي ولا خالي ولا الدوار. فهمتوا كيفاش الاستراتيجية؟ أن في الأول بداو الشباب كيخدموا في الدواور ديالهم، بقاو عارفين كينوضوا ليهم دوك اش تسميوهم ديال الشباب، دوك الجمعيات ديال الشباب اش تيقولوا ليهم؟ كاين المحاكم العرفية هذه في أي تحية، وكاين أيضا إشيبان، تيقول لهم إشيبان، هما دوك الكبار ديال الدوار اللي هما عندهم الكلمة، كينوضوا ليهم تيقول فيه أنت باقي صغير وأنت هذا أش غادي أش كتفهم في الدوار، أش كتفهم في الثقافة، أش كتفهم في التقاليد إلى آخره، كيحاصروه. ولكن ملي كيخدم واحد من دوار تمالوت مع ألف بو ما تيلقاوش سميتو، خاصة إلا خدم مع مع الشباب على الاستقلالية الاقتصادية ديال النساء. دابا قطعنا أشواط في هذه المناطق هذه بين أنمزي، تمالوت، أنفقو، تيلمي، تغيغشت، وأي تحية قريب للرديش. قطعنا أشواط لدرجة أن الإحصائيات، تبعنا الإحصائيات ديال تزويج القصيرات من 450 نزلت 250 في 2012، نزلت 150 في 2013، وغادي كتنزل. سجلنا على حسب الإحصائيات والرصد اللي داروا المنسقين أنه في 2014 2015 زوجوا 50 دواوير كاملة، بينما 450 تزوجت غير بين تمالوت وتيغدوين وألفو في 2010 ثلاثة دواوير. دابا في هاد الدواوير كاملة 50 باقي العدد ديال التزويج القصير، ولكن باش ينزل من 450 ل 50 راه كاين تقدم، وحنا غاديين في هذا الاطار هذا باش ما يبقاوش يزوجوا. مؤخرا وصلت الى لائحه ديال 15 فتاه تزوجت في مؤخرا زوجوا، ولكن ما بقاوش تيزوجوا في 7 سنين 8 سنين 15 سنين. يقليم ميدت ميدت تزوجت 15 ولكن ما بين 14 عام و 16 عام، ما بقاش كيزوجوا 7 سنين 8 سنين 9 سنين، لان كان كاين عمل معاهم. وكاين ثانيا كسب الثقه، لان في الاول فاش مشينا درنا القافله الناس تما حسينا بهم بحال ما كاينش واحد النوع الثقه بينهم وبين الجمعيات النسائيه والمجتمع المدني، لان عندهم تجارب سابقه اللي هي محبطه. و
ولكن نهار قنعنا وزارة العدل أنها تنزل الآن فوقه ودير محكمة ديال توثيق عقود الزواج وتسجيل أطفال في الحالة المدنية وتسجلوا الأطفال كاملين ديال المنطقة في الحالة المدنية، هنا كاين واحد العمل اللي قمتي به اللي هو ملموس اللي كيبين لذاك الناس راه كاين ماشي كتلعب. كيخص أولا الثقة والمصداقية، لأن هذوك الناس ثانيين ما كانتش المصداقية ما تكونش الثقة، وإلا ما كانتش الثقة أنفسي تخدم معاهم نهائيا. كاين هناك مسألة ديال فعلا أنا متفقة مع الأخ في هذه المسألة ديال التأثير على القرار. القرار التأثير على القرار ماشي مؤسسة الطب وحده اللي كتأثر على القرار. إلا ما كانت مؤسسة الطب ضمن تحالفات نسائية اللي بها كتفرض تغيير التغيير في السياسات، يمكن لينا نأثروا على تغيير في السياسات محليا. وهذه المسألة جربناها مثلا على مستوى إيفان شيل، العلاقات ديالنا تما كتجعلنا أننا نأثروا على مجموعة ديال القرارات محليا. إلى مشينا مثلا الأزيلات على مستوى المحكمة ديال الأزيلات، فرضنا من عن طريق الارتباط ديالنا بهذه المحكمة أنه الزواج القصيرات ما بقاش تيتقبل. على مستوى ميفت أيضا فرضنا أن الزواج القصيرات ميفت ديال القصيرات ما بقاش تيتقبلوا الزواج ديالهم. بينما ولا عندنا مشكل هو أنه ملي كيترفض الزواج القصيرة في ميدلت كيتجهوا المحكمة الرشيدية، ولأن ما نخفيش عليكم واحد المسألة، ملي كيكون الرشوة سائدة في منطقة معينة أو في محكمة معينة راه صعيب باش تنطبق على أسميتو. يعني خصك تربط ما بين هذه الظاهرة ومحاربة الرشوة والفساد أيضا، لأن كاين بعض المناطق اللي عقد الزواج بقصيرة كيوصل حتى 10,000 درهم في الصيف، وعندنا شهادات ديال شابات ملي تيجيو الناس من برا وتيبداو يتزوجوا بقصير يتزوج بها ويدوز معها الصيف ويمشي يخليها للموت خدمة، راه كتوصل حتى 10,000 درهم 5,000 درهم 10,000 درهم عقد الزواج. وهذه مسألة كاينة موجودة. إذا التأثير كيفاش كنديروا التأثير حنايا على القرار السياسي؟ عبر هذه التقارير وعبر الشهادات الموثقة، لأن اخترنا الصورة والصوت، لأن أكيد أن مع الصوت والصورة ما غايجيش شي واحد يقول لي ما كايناش هاد الظاهرة، ما كايناش. لأن ما نخفيكمش واحد المسألة، في 2010 ملي 45 دقيقة داروا روبورتاج معانا على تزويج القصيرات في إيمان شيب ودوزوه في التلفازة 45 دقيقة، حتى وزير ملي مشينا نرافعوا نديروا المرافعة حتى وزير ما قدر يتجرأ يقول لنا ولا برلماني يتجرأ يقول لنا غير تفرقعوا. عنده فيلم وعنده لي تيمونياج، عنده شهادات ديال الطفلات وعنده صرخات ديال الطفلات كيقول وك وك عيب الطرح حنا بغينا نقراو. وهذا طرحت قبيله قلت بان هذا الفيديو ديال 8 دقائق اللي درنا واللي زودنا به البرلمان اضطرنا به كيف ما كان الحال، اضطرنا به على مسألة ديال اهبط سن الزواج ل 16 عام، تجمد هذا في الفصل. ولكن خصنا نزيدو نبذلو مجهود باش يمكن يكون الغاء تزويج القصيرات، لان كيف ما كان الحال هذاك الفصل 20 21 كيوقع الالتفاف حوله، كيوقع التحايل عليه بتزويج القصيره. كيفاش كيوقع؟ الان تضاف في الماده 16 خمس سنين اخرى، وهذه هي المناسبه للالتفاف على الفصل 20 21، لان كتاخذ الماده 16 اللي كتقول لك توثيق عقود الزواج لمصلحه الطفل وكتجي تقول بان الاستثناء كاين في الفصل 21 من الودوانه باش تزوج ديك القصيره. اغلب الرجال اللي كيبغيو يتزوجوا بالقصيره كيمشيو يديروا الفاتحه، بينما مدونه الاسره كتعترف غير بعقد الزواج كوثيقه مثبته للزواج، كتعترفش بالفاتحه. ولكن هو اش كيدير؟ كيمشي يولد معاها، غير كتحمل كيديها للقاضي كيقول لها راه حامله يلا وثق. ولا احنا قضاة كنشتغلوا معاهم الان تيقولوا لنا كيجيو يزوجوا بناتهم كنرفضوا نزوجوا
بهم بناتهم تيقول لي كيخرج الاب بنته شاده وتيقول لها يوم موعدنا من دابا 9 شهور وراك تكتب لها العقد بالزمن وفعلا من بعد 9 شهور كيرد عليها مع وكتكتب العقد. اذا هذا الفصل 21 خاصو يتحيد من مكونة الاسره ويكون المنع ديال التزويج القصيره وهذيك الماده 16 ما يبقاش يتقال لنا بانها حنا زدنا في العمر ديالها باش نسجلوا الناس في الحاله المدنيه. الماده 16 الان ولات مبرر لممارسه تعدد الزوجات ولممارسه تزويج القصيرات. ما بقى عندها حتى شي مفعول لان اولا كنا طلبنا من التمديد ديالها باش تسول ملفات ديال الفاتحه اللي كانت قديمه ماشي باش يولي اللي بغى يتزوج بقصيره يجيبها يشد يديها ويدير الفاتحه ومن بعد يجيبها ليا نوثق. هذا كيتسمى تحايل على القانون واستهتار خلق امكانيات ديال التتبع من اجل وضع اسس ديال التغيير محلي او جهوي. ولكن الاميه ما بحال حتى الدوله اللي عندها الامكانيات البشريه والماديه البنية التحتية إلى آخره. ولو أنه كاين إرادة سياسية لمهد الأمية فانت بحات. ولكن راه بوجود الأميين تمر البرامج الانتخابية، تمر البرامج السلمية حق هذ المواطنين، تمر مجموعة ديال الاستراتيجيات وديال القرارات إلى آخره. هادو جيوش ديال الأمية. ما تندويش غير على الأمية الأبجدية. عندنا الأمية الأبجدية وعندنا الأمية الدماغ ديال العقل. يعني في نهاية المطاف احنا جزء من هذا المجتمع المدني اللي كيشتغل باش يمكن يحسن ويغير الأوضاع. ماشي غير يحسن ولكن يغير الأوضاع. باش يمكن تنحى الأمية خصنا بعدا أولا ما نساهموش الآن في تكوين جيوش من الأميين كيلحقوا على ديك 10 المليون. لأن التعليم الآن ينتج أميين متمدرسين وهذا هو الحقيقة. من اللي كيخرج التلميذ من السادس ابتدائي وتيجلس في دارهم راه ولا أمي لأنه أصلا قبل ما يجلس راه ما قرا والو في الابتدائي. ها الأولى. ثانيا من اللي التلميذ كتقول له كتب لي جملة كتمليها عليه كيرتكب فيها ستة ديال الأخطاء ها الأمية. التعليم ينتج أميين متمدرسين. عاد ملي كيوصل كاع يوصل الإعدادي ويشد الشهادة الإعدادية ويخرج ثاني عاد نعطيه عاد ينسى داكشي اللي قرا. راه الأرقام اللي عطيناها دابا راه 36 اللي كتوصل للجميع من أكثر من 300 تلميذ. كيبداو في الإبتدائي 360 ودا 560 كيوصلوا 34 للجامعي وهذوك 34 كيوصلوا للجامعي كيوصلوا. خاصك هادو بعدا خاصك معاهم محاربه الاميه. عاد اضيف الى ذلك ديال محاربه الاميه الفكريه. لان ملي كتلقى واحد جامعي في منطقه معينه وكتقول له كتوصل القافله عندو المنطقه وكتقول له حنا جينا وكذا وكذا تيقول لك واش كاين شي فلوس. هادشي اللي تعلم تيقول لك مثلا واش كاين شي مصالح واش كاين وما كتلقاش مواطن اللي امي اللي ما قاريش كيطرح هاد الاسئله هذه بل بالعكس كيطرح تساؤلات على تنميه المنطقه ديالو بشكل اخر. يعني في نهايه المطاف ان برامج محاربه الاميه كتبدا اولا عند محاربه الاميه ديال الاميين اللي كانوا ديجا ولكن ايضا كيخصها تشوف مساله ديال تعليم شعبي ديال تعليم كيفاش نقول ليه كيفي مجاني عمومي اللي يأهل كل المواطنين انهم يستافدوا من الفرص ديال التعليم الكيفي باش نحيو الاميه بعدا ديال المتمدرسين ونشوفوا الاميه ديال اللي ما قاريينش. ولكن خاص اراده سياسيه لان الان حتى ولو تعطاتني مؤخرا سمعت واحد الرقم ديال انه 55000 ديال المستفيدين من برنامج محاربه الاميه. وانا وقفت عند برامج محاربه الاميه في المناطق النائيه
راه ما كاين لا محاربه الامنيه لا والو. لان في الوقت اللي كنقول للمراه قراي ليا هنايا هاد الورقه اللي نفرض انت رئيسه جمعيه ولا امينه ديال الجمعيه ومشيتي للبنكه وعطوك ورقه تسيني عليها هاكي قراي ليا هاد الورقه انا البنكه عطيتها لك وهي دارت 3 سنين ديال المحاربه الامنيه بس عرفتش تقرا الورقه. يعني اشنو ولات دروس محاربه الامنيه ولات متنفس ديال مجموعه من الجمعيات باش تخدم الناس ديالها في اطار برنامج ديال محاربه الامنيه باش يبداو يتخلصوا خاصه لي ليسونسييل اللي ما عندهم خدمه يتخلصوا كمؤطرين ديال محاربه الامنيه. وشحال كيعطيوهم؟ كيعطيوهم ماعرفتش 4000 ولا 5000 درهم في العام، ولكن هو ربي غير يعطيوه 5000 درهم في العام. يعني في نهايه المطاف انه لا في مجال التعليم ولا في مجال برنامج محاربه الامنيه ما كاينش جديه لمحاربه الامنيه. وعلاش؟ هذا هو السؤال. لذا كنقول بانه انا بالنسبه لي رايي هو ان بقدر ما كان عندنا جيش ديال الاميين بقدر ما احنا بخير كمؤسسات وكمنتخبين وكالى اخره. على واحد فاهم راه يقدر يصوت على اي واحد، خصو يفهم بعدا يقرا ويفهم عاد يصوت. ولكن واحد ما فاهمش اللي قلنا لي غادي واش علاش هاد كنتاج بزاف المناطق الامازيغيه. ما صحيحاش هاد المساله واخا انا امازيغيه، ما صحيحاش لان مشينا لزابوره فيها طرف امازيغي وطرف ماشي امازيغي، مشينا لتاونات، مشينا لبركان، مشينا لجراده، ودابا الشمال. وإلا حاولتي 13 قافلة تشوف توازن بيناتها غتلقى كاين تعادل، النص هاك والنص هاك. بالإضافة لهذا حنا ما كنخدموش مع المغربيات والمغاربة من منطلق عرقي، كنخدمو معاهم من منطلق مواطنين مغاربة ومواطنات مغربيات. كاين هو كاين واحد المسألة، المسألة ديال التهميش الثقافي. كاين بغينا ولا كاينه مناطق اللي هي امازيغيه مهمشه اكثر من مناطق اخرى بحال ايمنشيل مثلا. ملي كنمشيو ايمنشيل راه الفقر ديال ايمنشيل ماشي هو الفقر ديال الشاون، ياك التهميش ديال كاين التهميش، ما كاينش الطرقان، ما كاينش الماء، ما كاينش الضوء، ولكن الفقر المدقعي والاقصاء ديال ايمنشيل بصراحه ديال ايت قله اللي كنمشيو 4 السوايع في الطريق ديال تا الموضعات اللي كنمشيو 4 السوايع في الطريق باقي الناس كضرب علمه ما عندهاش ما تشرب. يعني بغينا ولا كرهنا كاين واحد التهميش اللي هو والاقصاء اللي هو مزدوج بغينا ولا كرهنا. ولكن احنا ما كنبنيوش على هذه المساله ديال اللغه ولا ديال العرق ولا هذا، ولكن كيمكن ثاني نرصدوا بانه كاين تهميش مزدوج بغينا ولا كرهنا. التاونات مثلا ملي مشينا كاين تهميش ديال النساء، كاين تهميش ديال الساكنه، كاين الى اخره، ولكن كاين واحد الحد ادنى. انا ما شفتش شي حاجه اللي اكثر تهميشا من ايمنشي ومن ازيلان مثلا، وما عندي ما نقول هي مناطق امازيغيه بغيت ولا كرهت، ما يمكنش تحيدها من التاريخ ومن الواقع. كله وبين بينك راه هما هربوا للجبل باش يقاوموا، والاخرين بقاو كيستافدوا جمعوا الطلبات اش غادي ليهم. المهم هذه غير من باب النقطه، ولكن في القوافل ديالنا دائما كنحاولوا اننا نوازنوا ما بين هرب وهرب، فين ما كنتهميش نمشيو ما عندناش مشكل. بين عشيه وضحاها وعمل طويل خاصه عندما تتفشى الرشوه في كل المراكز ديال القرار. هذه مسألة خطيرة. احنا اشنو كنديرو ملي كنرصدو؟ احنا المهمة ديالنا هو نرصدو، هو نكتبو، هو نرافعو، هو نرفعو فعلا دعوة ضد فلان دار إلى آخره. درناها شي جملة ثلاثة المرات. الآخرين فاش كتوصل للمستوى ديال الدعوة، المواطنين ما تيقدوش يوصلوا بعيد، لان اولا كاين التهديد كاين الضغط، ولكن في نفس الوقت هذا ما كيعنيش بان عندنا دور. الدور ديالنا كيف ما قلت هو الرصد، هو رفع التقارير،
هو الضغط الى اخره. وهذه المساله هذه كتتم من ابسط نقطه اللي هي عند المحكمه اللي لمسنا فيها هذه الظاهره هذه، كتوصل لوزاره العدل، كتوصل لوزاره الداخليه، كتوصل لرئاسه الحكومه الى اخره. هذا الشيء كله كتوجه ليه رسائل وتتوجه ليه الاقارب، ولكن محاربه الرشوه هي محتاجه لواحد الوقت، لان ملي كتغلط المجتمع صعيب ان جمعيه ولا تحالف ولا خص واحد المجهود متكثف. كاينه جمعيه مناهضه محاربه الرشوه كاينه في المغرب حتى هي كترفع عليها التقارير، ولحد الان مازال ما حققتش. البارح كنسمع في الراديو ولا قبيله كنقول كنسمع بان برنامج محاربه الرشوه ديال جمعيه محاربه الرشوه والفساد راه وصلت يلا اطاحت ب 33 راس فوسط 2000 زياده 33 راس. وامتى كتكون محاربه الرشوه عندها نتائج اللي ثقيله على هذه المهمه على هذه؟ في الوقت كتكون نيت اراده سياسيه حقيقيه في البلاد لمحاربه الرشوه، وماشي غير من طرف الدوله، من طرف حتى المواطن. المواطن خصو يساهم في هذه المساله هذه، لان الا ما ساهمش فيها المواطن ما كاين والو. ان المواطن هو واحد طرف من اطراف هذه المساله ديال انتشار الرشوه والفساد، ولكن كيف ما كان الحال كنديروا الدور ديالنا على اساس اننا على الاقل نزعزعوا ما يمكن زعزعته. ولكن باش توصلي خاصك ثاني تسدي لهم الباب بواحد الناحيه، علاش يعني تنطبقوا حنايا الفصل 20 21 يتحيدوا من الموضوع. الماده 16 تحيد ما تبقاش، والمنع ديال التعدد مع عقوبه تزجريه باش يمكن الناس ما يبقاوش يديروا التعدد. لان بحال هذوك الفصول ملي كتفتح فقا اي قانون كان ملي كتفتح هاد الثغرات هادي معناه ان المجتمع براسو كيشجع الرشوه، المشرع براسو لان فتح واحد الثغره باش يمكن يدخل منها داك اللي غيشد الرشوه. ولكن ايضا لان كنقول مثلا بعض العيالات كيقول لك قانون النفقه كيمارس عليهم القانون، كنقول لهم حنا ما ندابزو باش نغيرو، ولكن فينكم انتم القوه الضاغطه؟ يعني ان المواطن هو قوه ضاغطه اللي كتغير، ماشي جمعيات مناهضه الرشوه كدير مسيره في الرباط كتلقى راسها بسته ديال الناس ولا 10 ديال الناس، مع العلم ان كل مغامر كثير شيء غير ولا كهنا ياك ولا لا؟ ماشي كل شيء اغلب ولكن اغلب الضري كل شيء بالضبط، ولكن ملي كدير مسيره في الرباط كيكون فيها 10 ولا 15 واحد، يعني فينا هي القوه الضاغطه.